شاب يمني بابتكار مشروع جديد لإنتاج الديزل الحيوي ويظفر ببراءة اختراع. المزيد من التفاصيل بهذا التقرير. هذا هو منزل الشاب كامل صاحب أفضل ابتكار في اليمن، حيث قام بابتكار مشروع جرين إيديا سنتر للاستثمار البيئي. فلنذهب سوية لمعرفة التفاصيل. أمام عدسة الكاميرا وقف كامل عبد المجيد مستعرضا ما أنجزه من العمل. مشروع جرين ايديا سنتر هو عبارة عن مشروع أتت فكرة قبل اسم جرين ايديا. كانت الفكرة فكرة إنتاج الديزل الحيوي في 2014 لما تخرجت من الكلية. كنت أتمنى، يعني شفت تقرير على إحدى البرامج الوثائقية عن الديزل الحيوي، فبدأت أعمل دراسات بعد تخرجي من الكلية. كنت أتمنى أني أعمل المشروع هذا. في 2016 أتت لي فرصة مع منظمة صناع النهضة وتم تمويلي كأحسن فكرة وكأحسن دراسة جدوى لمشروع. أحضر هذه المعدات ومواد أخرى لينبعث منها هذا الابتكار، وقام بتقديم هذا المشروع الاستثماري لإنتاج الديزل الحيوي والجلسرين في إبداع ولد من رحم معاناة سكان مدينة عدن من أزمة النفط ومشتقاته. صعوبات عشان أتوقف عن الابتكارات، فالصعوبات كثيرة جدا، لكن إني توقفت عن الابتكارات واجتهادي العلمي لا. المعمل حقي للأسف يعني في الوقت الحالي توقف، لكن كفكرة مشروع ما توقفت، وأنا مستمر إني أبحث عن شريك بحيث إني أستمر في المعمل. أستاذ كامل إنسان مجتهد وطموح ويحب يعني يبتكر أشياء جديدة في البلاد هذه، لولا أن الظروف يعني تواجهه وتعرق له، لكن هو يعني ملتزم ومجاهد وصبور. كامل الذي أكمل دراسته في كلية الهندسة بجامعة عدن يعمل وفق إمكانياته المتواضعة في مشغله هذا. يقول أن لديه القدرة على تقديم العديد من الاختراعات، حيث يعمل على تطوير ابتكارات أخرى، منها ما بقي مخفيا بلا تسويق، ومنها ما ظهر للعلن كمشروع جرين إيديا والذي نال به أفضل براءة اختراع في اليمن. عندي ابتكارات كثيرة جدا يعني الحمد لله، لكن كمرحلة أولى أتمنى أني أكمل الخطوة الأولى اللي هي جرين ايديا لإنتاج الديزل الحيوي. يسعى هذا الشاب المخترع لتجميع أفكار وإبداعات الشباب وتحويلها لمشاريع بيئية تعود بالنفع على الجميع، لتحقيق خدمة مجتمعية والمساهمة في حل أزمة المشتقات النفطية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. من رحم المعاناة تفجر إبداع كامل، فقدم هذا الاختراع الذي ينتج الديزل الحيوي ليشجع من خلال ذلك الشباب من أبناء جيله على البحث عن بدائل لصعوبات يعاني منها سكان، لا سيما في احتياجاتهم الضرورية. لأخبار الآن، مازن الشعبي، عدن.